تي. ثمانية واثناشن دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون. هذه ساعتنا الثانية مستمرين معكم حتى لتسعة متاع الليل. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في كرهبكم ولا في خدمكم، ربي عينكم. مازلت الليلة ولا حتى نص الليل الكوروفو بدينا نستنسوا بالعودة للحياة شوية العادية، والوقت حتى النص الليل نجم يكونوا فيه في الشارع. نستنسوا روحنا الناس الكل، وكالعادة ما نستهتروش، ردوا بالنا في الأيامات الجاية الكل. مواصلين بقيادة مروان بوزين، مونغاتي مونغا سور كوبانتيني انديامو ضياء الجندوبي. اهلا وسهلا بالله. جوز ديتاي فما واحدة في الانستغرام اسمها اخ قالت لي قول لاحمد العجيمي عيد ميلاد سعيد. والله بالرسمي مش نتبولد والله. ليديا العسلي هلو هلو. احمد العجيمي حاب نقول اخ ميرسي بوكو على عيد ميلادي. ميرسي بوكو. معليش مسمي روحك اير امان. انا بدي نحب نقول عيد ميلاد سعيد لصديقي اسامه جاي. اسامه جايز قول عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حي بخير وكل سنه وانت طيب، ويرحم والديك، وان شاء الله نشوفوه متألق قريبا في ميدان الصحافه وبرشا حاجات اخرين. كل سنه وانت طيب اسامه. اسامه عثمان جايز. جايز اسامه جايز. خلي جايز جايز انه يكون صحافي كبير. هو كان في الكأس، كان في الكأس القطرية، تو يحب يطلع أكثر. شنو يحب يعمل الكأس السعودية؟ فهمت. يلا أحمد العجيمي تفضل. حاضرة فقرتنا الجميلة. أي كمل التو. كمل التو. نتر شوية من البارح. من البارح كمل التو بالضبط. يلا توتسويت توندونس العجيمي. أي فما مفاجأة. أي سي العجيمي. طارق بصيفته اليوم نهار الجمعة. أي أي بصيفته اليوم نهار الجمعة. دخلت لتوندونس باش نعرف توندونس. أي صورة الكهف طارق. شنو صورة الكهف بالتوندونس؟ هاي هاي كالعادة. وريني أول فيديو. هاي هاي صورة الكهف ميكرو. هاي في الميكرو. هاي هاي صورة الكهف في التوندونس. عملت 159 ألف في 21 ساعة. هاي تطلع ديما في ال ماني ابارمون. كنت حاب تعمل فلوس من اليوتيوب اعمل شي يوتيوب وهبط في صورة الكهف كلها. لا لا ماهيش مونيتيزي والله. ما تولي مونيتيزي الحكايه هذه كان كي تبدا انت قارئ. أي. معناها تعمل تلاوه القران. أي. وتعمل شين يوتيوب ويبدا بالحق. لا صحيت. اما كي تبدا هكا باراشوتي مثلا احنا جينيرالمون. أي. انا زاد كي نسمع قران طارق ولا حاجه فما قراء مقدم قعدنا هما بيدهم معناتها عبد الباسط عبد الصمد سوديسي. سوديسي معناها فما كلي اربعه خمسه هما بيدهم معناتها نسمع. اذا هو عبد الباسط عبد الصمد ولا اكزاكتوم. الفيديو الثاني جربت ماسك الدم لتقشير البشرة. أي. ماسك دم. أي. طارق باش تعرف الفتيات شي يعملوا باش يوصلوا زين رواحهم. فهمتني. ماسك دم. اذا قال لك ماسك الدم يخليك ما تشوفش تليفونك جملة. اي باه باه. وعلاش ما نعرفش شنو الربطه بين ماسك الدم وبين على خاطر تقعد ماسك الدم كيف يديك ويديك مسخه وتقعد بالسوايع معناها لين وجهك يجري فيه الدم. اي فهمت. اذا تحدي حاول تلاقي اغلى هديه في مسبح في مسبح الطابات. في مسبح الطابات. الطابات طابات. اي اوكي. اذا ثلاثه قعدوا في 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 بانو بال بال شو اسمه ذيك ذاك شو اسمه طارق الابيض الشامبوان. لا البلاستيك الصغير هذاك البلاستيك الصغير اللي في دور نذكرك انا ونذكرك انا تذكر قبل كي تشري مسجله جديده ولا تشري حاجه جديده هكا الابيض هذاك. عرفت عرفت عرفوه تو سي كارتون في البلون. اي هذاك قعدوا في بانو ذاك الكبير معبي كل بال شو اسمه ذاك الواحد هذاك الفصل هذاك طارق كي تشري مسجله ولا كي تشري ميكروفون تلقى كل هذاك الكرتون. هكا عرفوه الناس. بي. بي. يلا احمد عرفته ولا طارق هذاك كي تشري مسجله. قعدوا عبيوها الكل يلوجوا في بيلقاو شي كادويت شو اسمه ذاك كي تشري مسجله ولا كي كادو كي تشري حاجه مثلا من ماجازان جينيرال كبيره معاك الابيض هذاك. هاي لقيتها اخر مره وقتها شريت مونجيلا. اما كي تبدا مونجيلا طارق مثلا الفالور نتاعها ما في بالكش بروحك قلت بيوب. والله في بالي في بالي بيه ماجازان. اي
صحيت جنرال بيب والله عنده حق بعثولك حامد في مساج فوكال يا اخي مالك بيرسوناليزي يدخلها بيناتهم 4 سكوند ما عادش بيب فهمت بتقولها ديريكت معناها جي كيما كي تقول ميني قول حاجه مروان كوبر بري فوالا فهمت اي ميرسي كاو عقد في بونو ذاك يلقاو شي كادوات الفيديو في التوندونس عامل مليون في نهار نتاع حماقي حماقي محمد حماقي 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 هاي الحماقو والله عندك حق حماقي خاطر علاش ما كتبش باثنين والله يكتب شوف فما اغلاط انا خاطر بروفيسيونيل ترى قرا بالضبط هي مكتوبه حماقي بروفيسيونيل بدو تكتب حماقي شنو الاغنيه محمد حماقي حماقي تك شو تك اسمه تك تيكا تك تك هاي الثانية في الجمعة جمعة اللي فات كنت عنده غنية واحدة أخرى هذا تندونس جديد طارق هذا تندونس لليوم واضح يلا مروان أنا حمائي يقعد يعجبني كان في الغنية ذيك كهو فما الغنية القديمة عارفة أحلى حاجة فيك إيه ما تعجبنيش الكلام ذيك يعجبني اللي معاه الرابر يطول ما نعرفش فيش قاعد يقول أما محليه فماش حاجة على هوليوود العجيمي ما نزمش ما نحبش نقص خطر على هوليوود طارق ما عندي برشا معلومات ليه في التوندونس فما في التوندونس شنو موجود فيهم لك يعني قول لي مثال في التوندونس فيها 100 حاجة جميل توندونس فيها 100 علاش احمد ديما عدينا أربعة على خاطر من بالتقسيط باش المتفرج ما يقلقش صحيح بعد كل عاده نرجع لك نثبت عدينا أربعة خاطر ديما توندونس العجيمي تقول اسمه اميسيون العجيمي صحيح كنسمي 100 كنسمي 100 من توندونس العجيمي يلا سيدي نمشيو لمجلس الشباب مجلس الشباب سيدي الاشاعات احمد العجيمي اي اللي تمس برشا المشاهير غلطة يا طارق ونجوم الاشاعات الاشاعات غلطة والمعلومات اشاعات معلومات اشاعات الاشاعات اللي تخرج والاخبار الغالطة على مشاهير خاصة وناس معروفة وضرتهم برشا في حياتهم المهنية في حياتهم الشخصية توفى على برشا مثلا تتقال برشا الحبس مشاهير خرجوا لارواحهم راه زاد شنو اتو نجيو هذيك تخلى الحبس مثلا في برشا مرات صارت له مشكلة طرد ما طردش برشا اشاعات نجم ساعات تدخل فنان في حياة اخرى جميلة يلا ليدي ذي بسم الله ليدي كان باش تقول إشاعة اي هذولي كان باش تغلط بسم الله لطف عليك بسم الله لطف عليك حسيلو لطفك كنت باش تحكي على مشعوذ لا لا المشكلة توا معناتها قبل كنا نسمعوا حكايات ومشيوا على رواحهم معناتها المشكلة توا في اللي فما لي ريزو سوسيو اللي كل حاجة تقولها تقعد فيك أنا عجبتني برشا الانترفيو نتاع مريم بالميمي هوني في إي إف إم كيما مخكي قالت كيفاش توا كل فضيحة كل درا شنوا كل مشكلة تصير تهبط على لي ريزو سوسيو سبع سنين أخرين ثمانية سنين أخرين راهو أي عبد ينجم يجبدها وأي نجم يتفرجوا فيها قالت أنا بنتي صغيرة توا بعد كي تكبر باش تحل الانترنت وباش تشوف توا شنو قاعد يصير معناتها تعمل غوشيرش يخرجوا لك الحاجات القدم الكل معناتها غادي وين المشكله صاروا برشا مشاكل في اللي شكون قالوا اشاعه علي اللي هو زعما توفى فما دي بارون اللي معناتها دمروا معناتها اللي ما تعرفش معناتها انا با دو كونتاكت مع ولدها ولا حاجه يهبط خبر وفاته مثلا بون زاد او ميم طون فيها وعليها الحكايه هذيا معناتها فما اخبار قاعده تخرج صحيحه معناتها وفما شكون يكذب زاد او ميم طون اما مشكله في قلت لك معناتها فما كيفاش نقولوا شنو ما لقيتش الكلمه راه العجيب عاد رجع لي هو الحاجه اللي توجع في الحكايه هذه اللي ما تصيرش تتبعات قانونيه للعباد تخرج في اشاعات تطول برا مثلا البرا مثلا تخرج شي على برشا حبس برا في امريكا يشدوا راك يخرج شي على مشهور في تونس باجيت مسيبه كيك ملايين معناها فيها جامات وطابت كل مخبر غلطه وكيك ما يصير حتى تتبعات تنجم ولكن نحبوا يتبعوا ينجم يلقى معناها واحد مرأة تبدا تتفرج تبدا تكونكتي معناها تلقى ولدها توفى فمعناها عادي يصير لك ريسك كاردياك في الفشل هذوما اما زاد الحاجه اللي توجع اكثر اللي فما برشا فنانين يخرج على روحهم فهو يموت باش يعمل بوث خطرت فيه باش يخرج يبرر من بعد معناها تجي تبع الخيط تلقى والله يا طارق صحيح كلام الاولاد يعطيهم الصحه أي. فما زاد حاجه اخرى طارق احنا التوانسه ولاحظتها برشا ما نعرفش كان انتم تشوفوا على الباجيت نتاع الفيسبوك وكل شيء احنا نحبوا الاشاعات
اي معناتها احنا شعب تونسي نحبوا الاشاعات. مثلا كان انا جودي نابورتو كوا مثلا احمد العجيمي كي نخرج عليه خبر باهي ولا كذا ما تعملش برشا جامات، كي نخرج عليه اشاعه نقول عمل ديكلاراسيون خايبه كاينه العباد تبدا تستنى في شكون يغلط باش ينزلوا عليه العباد الكل. صحيح. فهمتني انا عشت راه حاجه هكا قبل عشت كارثه انا عملتها في روحي، خرجت على شكون اشاعه، خرجت على شكون اشاعه. انا يا خويا قبل كنت في البرودكسيون تاع الراب كنت نخدم مع رابوريت وكذا، وقتها صارت مشكله مع كلاي بي بي جي. هي. فهمتني في البريود هذيك انا خويا شني قررت نعمل هكاك ما لقيت ما نعمل في روحي. انا استسهلت خاطر ديما نحضر في استوديو كيف شويه يبدا يسجل في الراب وكذا، يسجل الاغنيه يا اخي الاغنيه تعمل برشا ملايين فيو. يقول تاي سهله الحكايه ذي، هو بيدو خويا خالد بوقطفه وقعد بحذاه اللي قدلوا الاغنيه اللي قدلوا كذا يعاود اللي يعمل فيه لحمد نعمله وين تو نعمل حتى 20 مليون فيو. خلينا نكمل الحكايه عاد تعاركناش يا خويا احنا وقتها. دخلت انا قدقني ربي مشيت كلاشيتو. كلاية كلاشيت كلاية اه هو من اللي عامل عمري ما غنيت ما تهرب في حياتي كنت عامل بارودي حبي حبي كلاية شبيك مروان صحيت يا خوي انا توقعت نجاح باهر نجاح باهر برشا راو الكلام اللي قريته في الكومنتارات والسبين وتتيح القدر وسبين الام ومن بعد هذيك بالضبط خرجت اشاعات ولي انا ممول من الماسونيه ولي انا درجنيه فهمتني ولي انا ضد الاسلام خاطر كلاية معناها ديما الاغاني نتاعو قريب معناتها الرب وكذا والجو هذاك الكل يا خويا ما لقيت ما نعمل في روحي تاك 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 تقريبا انت انا مغنيت كلاي تسمعهم اغنيت نعرفهم الكل تقريبا اي في كلاي ديما معناتها ما يشجعش بالعكس معناتها تونسي انت خسرت لي اشاعه مرة بالحق كمل كمل الحكايه بعد حكيت مروان جيت قلت لك يا خويا كليت على راسي اي اشاعات وكلام وواحد وكذا مشيت خويا نجري فسخت الاغنيه فسخت شين يوتيوب فسخت كذا اما توقعت وانه العباد في الشارع كي ترى مثلا انت 3000 كومنتير 4000 كومنتير كونترك ويسبوا لك في امك وكلام خايب وكانوا يستنوا في مومو هكاك بار كونتر انا احنا قبلها كانوا يتبعوا فينا اللي احنا اصحاب على الاخر وكذا فهمت فسخت وقت الفيسبوك نتاعي نحيت شان يوتيوب هلك المساجات اللي جاتني كذا كذا بعد خرجت للشارع نلقى العباد يتصوروا معايا الكومنتريت طلعوا اشياء طلعت العباد عندها هوايه انه يدخلوا الكومنتريت يسبوا العباد ويحطوا مساجات كانت صرت اشاعه كنت تفكرها كالممثل السوري اللي على روحه في سورسان يسخلوها مسرح والله واحد هبط تصويرتي قال هو الممثل اللي على روحه في سورسان انا راقد وقتها هبطها لك بحوايجك ليه هبط لي وجهي معناها شعري كان طويل ونظر انا من بعيد فهمت يا اخي عمل لك قمت صباح نلقى 1000 انفيتاسيون و10000 ميساج سبان ابو فماش شكر مشتر صحابي بلوكيتني ابو شكر كلها بلوكيتني ما جاكش ميساجات شكر ليه مش قادر يغاضني طارق بابا جيت ثبت فيا انا ولا والله في الجندوب هو حب الفضول موجود في اي انسان راهو احنا ديجا تويك لهنا نحبوا نعرفوا شكون عايش وكيفاش عايش وشنو عيشته وين سي دو سويت وموجوده راهو حتى في المجتمع البسيط غير احنا في تونس عندنا شويه سبليمون وكا احنا نزيدوا اي سورتو كي بدا ستار كي بدا ستار ومعروف دونك سيكسبوز ا تول موند راهو حياته محلوله للناس الكل هذيك ضريبه الشهره ضريبه الشهره حاجه من ضرائب الشهره هذيك فالخايف فيها اوكي تنجم تعرف على حياتي شنو فيها اما تبداش تزيد وتزيد عليه هذا دو ان دو دو حتى المشاهير في حد ذاتهم دو بريفيرونس يسكروا على حياتهم شوي مش معناتها تزيد تحل حياتك تسيبها ا تول موند وتخلي اثنين باش يدخل منها العباد الشيطان سد له اثنين وما عادش يدخل لا سامحنا نقص له انت ساعات راك تحل البارتي ثم تعيش حياتك مثلا سمير الوافي اليوم خرجت الحكايه نتاع انه توقف وكل الور كل الحكايه ماهيش بالكبر هذاك نعطيك اكزومبل صغير تعال الشاب كل مره مهبط لنا شاده يد طفله تبي تبيعها باش تطلع اشاعات على الحكايه ومن بعد كي تخرج تقلق قول لك هاو طلعوا علي اشاعه اللي بربش الاشاعه كما قال شويه منها شويه من غادي لكن هذا ما يمنعش اللي فما مرض في قلوب برشا ناس راه طلع في اشاعات في الخايب وحتى ولو في الباهي راه انا جست على خاطر الجامات وعلى خاطر اللايك على خاطر باش يصير يدخلوا برشا للسيت وكل شيء خاطر يدخلوا فلوس من السيت دونك مستعدوا انه يتهكم على العباد وانه معناها اعراض اما زاد فما دي ستار زاد اللي ما نون با اكسبوزي leur vie personnelle mais avec ça ils ont leur vie exposée mais rien على خاطر فما ناس بروفيسيونيل في تقطيع وتريش يلا هو الامباكت ديما راه نتاع البذايح والاشاعات اقوى من الامباكت نتاع النجاحات ونتاع حاجه بيه معناتها حاجه نورمال على الاخر فما توا دي انفيتي بون لا علينا في ذكر الاسامي معناتها ils sont invités à chaque fois معناتها جوست باش يفسروا فضيحه صارت معناتها على لي ريزو صحيتك ويخدموا بها نختم مروان يلا طارق فما حاجه بركه خايبه عندنا نحن التوانسة الكل مش نقصد الجمهور والفنانين والنجوم وكذا عندنا حاجة خايبة برشا كي تدخل الفيسبوك ياسر تلقى سبين أم ياسر سبين عائلات توريك مثلا تدخل فرنسا فما راه حتى في فرنسا فما برشا ديزارتيست في أمريكا زادة ما يحبوهمش العباد ما تعجبهمش أعمالهم الكومنتاريات ترى برشا ضحك ترى كلمي ترى التنبير انا يا خويا نبر علي يا ريت خلص بيع ماني قلق الجمله يمكن ساعات حتى نضحك على الكومنتير اما ترى فيديو ما عجبتكش حاجه ماهيش ضامره
امك بوك خوك اختك مرتك درسني ما عندهم حتى دخل وقتها بالرسمي حتى كان انسان مشهور اما ما عندكش حق وانك كيما كان يحكي حيته اكسبوزي مشهور كي يبدا مشهور دونك عندي حق اني انا نسب له عائلته ولا نسب له مرته ولا خطيبته ولا اللي هو تحب تنبر على اعماله مثلا كيما نقولوا احنا على الشاب النجم انا المسلسلات ولا ايش اسمه البرامج نتاعو الكل ننبره ما يعجبني حتى برنامج وكذا اما ندخل نسب له امه صفور عليه هو شنو علاقته بامه امه تبدا مريضه توفيت بوه كذا فما دي زغتيسترا وصار على ذلك لازم الناس كل تحسب كلامها قبل كل إشاعة وقبل كل محاولة تشويه لأن الناس تتوجع عائلتها تتوجع وناس كل تقعد تحمل في قلوبها خاصة اللي ما ظهرش يقبل المعلومة ويقبل كل إشاعة عائلته صغار ودارهم الكل يتوجعوا بالكلام ذاك دوك ردوا بالنا الناس كل في الكلمات والأخبار اللي ماناش واثقين منهم الكل موصلين معكم حتى التسعة في نوفيل جينيراسيون فاصل وراجعين بعد شوي من السبعة للتسعة متاع الليل نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي 28 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون مسين هذا التسعة متاع الليل معنا مريم بوزين مونغا تي مونغا سيغا ليدي العسلي هلو هلو أحمد العجيمي طارق في هوليوود حقا سمع خدمة سامحني إذا ما نحبش نظلم المستمع أنا تظلم المستمع نحبش نظلم المستمع أنت تظلم وكي تقعد تعاود لنا فيها لا فما مستمع يحب يسمع شكون بعث مثال أعطيني اسم اسمه إيس إيس ايش صاحب يا في هوليوود طارق الماده اليمين اي معناها الانفيني نجوم النجوم تاع المشاهير الانفيني معناها الاخر الدنيا في قدام يقادوا في الاسئله قداش من نجمه موجوده في هوليوود فوق 2600 يدي 2640 علاش فوق 2640 2640 ماهوش فوق فوقهم فوقهم ماهوش فوق واحد يحضروا فيها جديده ذي الجندوبي اهلا وسهلا الجوبانتيني انديامو مروان والله طارق على نزيد شويه على فصل زيد على الشباب تفضل مجلس الشباب اي برجو ليا انا نحب يكون عندي القوة العظيمة هذيك اللي عنده جواريت في الستاد يبدا تمشي تتفرج يودي يبدا يكور يلعب قدامه الضغط مثلا 60000 واحد يتفرجوا فيه وساعات ستار الاخر 30000 واحد يبداو يسبوا فيه الكل أي؟ فهمتني يبدا يا امك اللي بيك اللي عليك كدرش الاربيتر ثم الاربيتر يا طارق قداش مقوي انا كيفاش الاربيتر لو عنده الاغنيه عند الجماهير الكل نفسها صحيح هي بيدا راهو واحد الجماهير بتاع الكره الكل اما حتى الوحيد يا طارق اما حتى فما برشا جواريت سامحوني يا مرخص برشا معناتها تلقاه تروح كامل بشويه كامل هكا كامل عليه ساعات هكا تروح كامل يبداو يسبوا فيه تروح كامل بعد يمركبوت يمشي لهم يجري معناتها انت ليه فما جواريت يعملوا هكا الجمهور حطوا يده على فمه ويسكتهم رونالدو مثلا عملها زفر علي ماركه هاتريك في الماتش مشي له سكتهم ما يخفضش بك هيك وقت يحك في فمه وقت عرق وقت عمل لك يخطفوه يا اخويا هذا هاولي شعر عرق منا عرق يا اخي يجري مغني كوارشي الفازيت اللي عملوهم الجواريت بعد ما يماركيو بوت وكل شيء تذكر احنا صغار ديما بعد ما نتفرجوا نحبوا نعملوها بعد التوره تجيب شي حتى كوره فوق ما عرفش انا وتجي تقعد ربع ساعه تعمل كيما رونالدينو باللي نحب نذكر معد الحصه يحس بيا كي نوتش يجيب ده مزمي فجاه نحب نشكر دالي بايو عليه دالي بايو ذا يخرج ديما فجاه في البلاتو والله ما تعرفش عليه من يخاف منه ولا ما سمعتوش شنو كان يقول تو دالي بايو كيما بالضبط في كان يا ما كانش مل برنامج ومل اعداد ومل كرونيكوريت ومل انيماتور يلا تزيد عداو في 30 ثانيه هاي مروان قول لي بابا عندك سيدي 8 سنين فيش تخدم وين في شركة والعارف صاحبك حلوة تمشي وتجي وقت اللي تحب العشيمي معناها انت تو تخرج في اشاعة انه كيبدا عارفك صاحبك معناها تمشي وتجي وقت اللي لا هذا كاسبيسيال كاسبيسيال اي كاسبيسيال خاطر انت رمنا برشا اي لا كاسبيسيال كيما 10 ملايين فقط اشاعة اللي انت وصحاب لا جست نحب نعرف معلومة جمع سبيسيال شنية سبيسيو حلوة اي لا اما هي صحيحة معناها الفان اللي تعملها انت هي صحيحة ديجا شنية الاو اي صحيح هذاك شحال نعرف بيه كلمك عارفك خرج من الخدمه اللي هو كان عارفك وخليك ديما تمشي وتجي جاي عارف جديد العجيمي رجع للدوسي شويه لقاك ديما تجي مخر ديما تغيب وكل عيط لك قال لك يا سيدي شنو هي الخدمه اللي كنت تخدم فيها فاش تقنعوا في 30 ثانيه اللي انت كنت خدمتك باهي مش منك اول حاجه طارق هو كان انا عندي 8 سنين في الخدمه ذي في جاي واحد جديد ايش اعتقد اللي انا عارفه من 8 سنين بالخدمية هي 8 سنين في نفس البيرو راه ديجا وليت تبع الحيوط راه 8 سنين راه معناها مشيت ديجا شغل تخقاني كبير والدنيا نسي باش يقدرني تناتوا على تناتوا على البيفي تقولوا هذه سال دو ريونيو صحيح بار كونتر انا طارق ما نعملش كيما احمد ما دام عندي 8 سنين انا في الخدمه سيكو الاولاد اللي قاعدين يخدموا معايا الكل والبنات صاي معناتها في المكتوب ولا ما نصورش باش يكونوا يحبوا العرف الجديد معناها جماعة عندهم 8 سنين يخدموا معايا مش يجي عرف جديد يا اخي يجيوا يحبوه ديريكت باش يجيو معايا هكا ولا نمشي خويا نحكي معاه نقول له اسمعني عايشك راهو كان تتصور روحك داخل عرف جديد باش تطردني راهو نجم ندور عليك مش كان تتصور روحك
باش نطردك. راني باش نطردك كان معناها نعمل النقابه وكذا ولهنا ورانا نخرجوك. رئيس حكومه في تونس يدور عليه زوز وزراء يتنحى. ماشي انت واحد يخرج يد الشركه. باه ليدك فاش تقولهم في 30 ثانيه اللي مش منك الغيابات هذه. لا 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 انا اون توت سوليداريتي نمشي نستقيل منها الخدمه هذيا ونمشي للخدمه وين عارفي القديم ونخدم زادا باقي نخلي عارفي باش نجم نقعد نعمل. عندك اوبسيون انت ذكرتني بها تو انت وعارفك القديم اللي كان معدي لك كل شيء تعاركتوا عندكم ثلاثة ايام نصالحوا المسارن في في الكرش تتعارك صحيت هذا امبوسيبل. جوبانتيني انا خويا نجيبها برجله معاه شناهي قول له خويا ذيك هو السيستم لهنايا كان تحب تنتعدي لك العشرة ونص نمشي مع بعضنا نكالك العارف نطيحه خويا يا خويا اللي عجبني في جوبا كل شيء برجله صحيح يا اخي جوبا عاش في السعوديه راه معناها غاديك كل شيء مبني على الرجله كل شيء مبني على الرجله ما يكذبوش راه ما قداش عشت جوبا في السعوديه لا نمشي ونجي اه يمشي ونجي معناها بالك قداش عامل من حاجه نحكي بالرسمي راه عامل زوز حاجات وثمانية ولا 9 عمرات اي خالد مروان جوبا يعمل قهوه يعمل حاجه يقول لك انا خنوخ زعما قالها حاجه في ثنيتي وراجع كلمه مشى للسعوديه معناها ما يكذبوش وما في السعوديه لا لا فماش كذب في جمله جمله فماش موجود باه هذه فاش تقنعوا العرفه هذه انت اللي عندي تخدم شي تقول له مثلا عارف وجاي باش تطور الشركه وتهزها للسنه السابعه اخوي مازال تمشي بك المونتاليتي القديمه اجى الثمانيه روح الخمسه العالم تطور راهو حاول تطور معايا تبعني تربح تطور ولا يجيو العشره ويروحوا ماما الساعه يجي وقت ما نحبوا المهم خدمه كامله والله باهي استراتيجي هذايا دايوغ لنوفيل جينيراسيون انت اللي عجيني تصورتك كل اللي يرمي يرمي مشكلته على الغير مثلا يقول له راهو بليه صحيح مو بليه هي يقول له اللي قايد لي في الروتار هو اللي يجي مخر ما يرانيش كي نجيبك لي دونك قايد لي ديما نجي مخر صورتك بك الناس هذوكم علاش طارق انت قاعد تخرج في اشاعه علاش تخرج في اشاعات عليا ليه عادي اما رولا الاشاعات كي تكثر تتعاود 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 في الاخر تولي صحيحه صحيح دونك ابو حميد انت راك كثرت معناها ما نتصورش طارق هكاك واحد واحد وجاي يرمي في بلاه عليك ما تصور كان جي احمد هو بيدو مول الشركه واحمد صاحبي ونتعارك انا واحمد بعد احمد يخرج احمد اما انا ما نخرجش خليك وحدك يا مروان فوالا ما خليكش وحدك تصور ذيل جندوبي ذيل بالحكمه نتاعو ما يخرجش اصلا لا جيمي تفضل كذبت على اصحابك ديما يا اخي سان عظيم ما حبش يبطلها راه كذب على اصحابه كهو وعلى عائلته وعلى امه انت كذب حتى على روحه ابو حميد كذبت عليك انك قلت كذاب مروان لا لا اصلا هو كذب على اصحابه وقال نخدم في مزايك فضلك مروان مروان كذبت على اصحابك وقلت لهم عندي دار ايوا قلت لكش راهو ديما عنده نفس الصنعه هذه كذبت على اصحابك وقلت لهم عندي دار كبيره كبير كبيره ثلاثه تيقان وجنينه وبيسين ومن الباب البراني للباب الداخلاني 2 كيلومتر وكذا مش عيب هو راه والله هما طارق العبيد اللي عندهم هكا ما يلقاوش وقت باش يحكيوا على ديارهم معناها كان جيك واحد هكا مواطن قاعد احنا دارنا فيها بيسين ما يحكيوش على ديارهم خاطر ديجا اصحابهم نفس ديارهم صحيح هذاك علاش فهمت بروين كذبت على اصحابي قلت لهم داركم هكا قالوا لكم انت داركم اس بلس ان كهو مش عيب ولكن العيب انك كذبت جاتك مرضى كي جاوا اصحابك يحبوا يطلوا عليك جاتني مرضى كلمة مرضى خفيفة مرضى خفيفة لطفة لطفة عليك لطفة علي من المرضى لطفة عليك جاتك مرضى جاوا اصحابك يطلوا عليك خذوا الادريسة من واحد زميلهم وجاوا للدار القاوك في اس بلس ان فقط فاش تقنعهم في 30 ثانية اللي انت ما كذبتش وهذيك بالحق سهلة على الاخر نقول لهم شو صاروا الحومة هذه كلها داري وليس فلوس اي هذه بيتي باه مقنع مروان بزين كيفاش تقنعهم في 30 ثانية يخلطوا نرمي الدهشة هذيك نتاع زعما مريت على الاخر ونقول لهم ريتو وين لقيتوني بابا بعد ما برضت طردني من الدار اي باهي هذه هايلة ليديا العسلي انا نقول لهم خرجت من دارنا باش جيت هنايا جوست خاطر حبي خفت للموت ونخلي ان موفي سوفينير في دارنا في داركم اي كي تموت في دار اخرى ما تخليش موفي سوفينير باهي ومولا الدار هذيك تخلي له موفي سوفينير ما يسالش مش باش يسمع انا مش نقعد نحكي برشا شويه ونمشي على موفي سوفينير خفيف اي لايت لايت جوبا انا نقول لهم هذه البيت البراني ما حبيتكمش تتعبوا تدخلوا للدار بعيده برشا وكي يطلع بصير واحد دخل بالك الاولين يسبق يجي في دابو زمان لا 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 نقول لهم هي هذا حدكم فماش جوبا جوبا ننصحك ارجع البروج الاخير شي الحل لا جيمي واحد سبق الكوجينه جاب دابو زمان واش لقى لي الدار هي صغيره شاش تقول له تقتلوا ذاك مش كبش في كذبتك هذيك اللي تقتلوا هكا تقتل العبد بسكينه في داركم فرد فرد يا طارق والله مشكله راهي الحكايه هذوما ميتوماني هذه تتسمى فما ناس من غير لا تساله من غير حتى شيء يجي يبدا يبيع لك في اكاذيب ما عندها حتى صحيت انا عندي كيما كان عندي كرهبة دراوين اما راني ما جبتهاش خاطر حد ما سالك عندك كرهبة ولا احنا دارنا روا في الشيرة اللي مغادي وعندنا زوز ديار من هنا معناها تدخل في كونفيونس راهي من الصغرى تروح قد من الصغرى في المقارنات ودنيا يعني تدخل تصنع روحك كنت قاعد رايض
أي؟ تصنع الروح كإشاعة. ذي والله على الفاز هذين نذكر منهم مرة مشيت أنا واحد الميزون دوت. أي ومهبط فيديو. هو ديما يقول ما خي ما مشيش دي ميزون دوت وما تفرهدش وما سهرش. لا مشينا أنا وياه هو سيمبا كوش نقدموا له تحية. أي سيدي شد التليفون نتاعو داخل لك الميزون دوت. ما حبش يقول معنا أربع بنات طارق راه. ما حبش يقول على خاطر يخدم على ماشينة ثلاثة ما فهمتش. على خاطر يخدم على ليماج نتاعو هو. كل مين؟ نتكلم أنا ذي. معنا أربع بنات خويا. وعلاش ديما تدعي للضعف وما عشتش وما تفرهدتش وما خرجتش وديما مش فرحان حتى عملنا لك عيد ميلاد ديما مكشبر وماكش فرحان طارق على خاطر كلها لحظات وتنتهي ترى ابو شيء اسمم كل شيء خاطر كذب طارق خاطر اعترفت حاسك حتى تعترف بالكذب تكذب صحيح انا كنت واحد نكذب بذوز في شيء في كل شيء تو نحكيو فيه شنو اللي زعما مانيش نكملوا في الوقت نجيو وقت ثنيه هذه كذب يلا سيدي 8:38 دقيقه وقت اذن المغرب في تونس وقت اذن العشاء في تونس هاي سيدي توا وقت صلاة العشاء في مدينة تونس من 7 لـ9 متاع الليل نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي تقبل صلاة الجميع صلاة العشاء بيان سور 8:38 دقيقة فود فراب قلت صلاة المغرب شبيك تغزل لي كيك سامحني طارق شبيك تغزل لي كيك جيني ميساج تو من طفلة مشت معانا ميزون دول اي فهمتني خاطر ما حبش دار ما يسمو ابو معناها رن ثلاثة بنات مجرد سيسما هي سيسما هي ام ها عايروني بيك يا ام يلا تو تسويت اسمها بن احمد عايروني بيك يا حما وراجعين معاكم بعد شوية من 7 لـ9 متاع الليل نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي 8:42 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون مصين حتى لـ9 متاع الليل على يمينك العادة مريم بوزين مونغا تي مونغا سيغا ليديا العسلي هلو هلو أحمد العجيمي طارق في بوليوود مش هوليوود لا لا بالحق في بوليوود مش هوليوود خاطر قبيل حكيت على هوليوود قلقوا أي بعث لي واحد ميساج تو قال علاش ما حكيتش على بوليوود شبيك سكسيست أي شبيك راسيست شبيك راسيست أي ما قلكش ما تفرقش بين العبارات في بوليوود الجمهور يضرب فيه مش تضرب بورقه ما عرفش ما نصورش دالي بيو في بوليوود طارق فما نجوم زاد فما نجوم يحطوا فيهم يحطوا حيوانات يحطوا حيوانات بيال جنوبي اهلا وسهلا مرحبا جوبانتيني انديامو مروان قل طارق في فما كونترا في بوليوود لازمك تصحح عليه انك تبدا مخرج ولا منتج ولا حاجه لازم تبدا باش تعمل فيلم مسلسل اي حاجه يفرضوا عليك وانك في الفيلم تعمل اغنيه ابو ما نعرفش علاش نتمنى في حياتي نرى فيلم هنداوي ما فيش اغنيه ما ليدي عاد امنيتها قد لك تمشي للهند بتشوفك اللي تطيح له الباله نتاعو مسكين تاع الهندي شوف قمه مشكله المهم مشكله المهم يتعاركوا هكا معنى... وبالسيوفه وكل وجهه جماعه معناها الرياضه وسبور وربز جو تالنت وجيمناز بعد تشمت غادي وما وقفتش كي رجعت لنيجي جيو ابطال لك تحكي لنا شويه قلت لكم اليوم جيو ابطال فل... يلا سيدي توت سويت جيو ابطال اليوم كنا شفنا على الفيسبوك اللي تنظم اليوم نهار الجمعة 20 أوت بقصر كارتاج موكب منح خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة إلى السيد والبطل أحمد أيوب الحفنيوي الفائز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة في الألعاب الأولمبية المقيمة مؤخرا بطوكيو والصنف الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضي إلى السيد محمد خليل الجندوبي الفائز بالميدالية الفضية في رياضة التايكوندو في وزن 58 كيلو في الألعاب الأولمبية زاد عنا لعبة التنس التونسية أنس جابر تغادر مالوغوزمون بطولة سينسيناتي بعد الهزيمة في ثمن النهائي أمام تشيكيا بيترا كفيتوفا المصنفة 11 عالميا بمجموعتين لصفر تفاصيلها 2-6-1-6
هذه كانت كونتينياسيون اون جبر ديما شرفتنا. هذه كانت جواب تاع مع ليديا. شرفونا اللاعبين الاولمبيين هذوما. بالك ولات كلاسي 20 وي اول انترناسيونال احسن علش. ترتيب وصلت له ومازال مازال صغير. راهو كلاسي 20 في التنس في العالم حاجه كبيره برشا معناتها انا نذكر وقتها في ليسي سبورتيف لي جون اللي كانوا يقراوا معايا كلاسي 200-250 راهو حاجه كبيره برشا فهمت. هذاك 200-250 حاجه مش نورمال. تو كي تدخل جديد تجي كلاسي قداش؟ ايه حاجه حاجه بعيده ياسر عادي في 2000 3000 4000 وشكون الاول باللي تو في التنس؟ في النساء ولا الرجال؟ ترتيب الاول في النساء في النساء ولا في الرجال؟ في النساء في الرجال شرابوفا 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 هذا اللي ملي خرجت دوبي جوبونس يا رحمك الرحمن على خاطر في هوليوود ازارينكا الاولى يا عجيمي في هوليوود ترتيب العجيمي سامحني شنو شنو ازارينكا الاولى أزارينكا في بالك أمي بابا زعما تلقوا جرة شرابوفا أبو يودي بابا يعديها قايلة كامل هو شرابوفا أنا ديجا تلقوا في رولون غاروس تلقوا على خاطر شرابوفا الله يهديك يا ماريا يلا شوفوا واش عندنا مواهب بعثوا لنا على 58-550-772 على نمرو الواتساب نشوفوا الموهبة الأولى واش عندنا سيدي نشوفوا قيس بكور نشوفوا واش عندنا في الموهبة يغني يعزف يلا محبوبي مثلتك شجرة إذا هابت تتاكل ورقة عالورقة وتداوي الجراح محبوبي مثلتك شجرة إذا هابت للياح تتاكل ورقة عالورقة وتداوي الجراح يا 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 محبوبي لا 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 لا, لا 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 محبوبي مثلتك قمرة الناس تغني عليك وقتش نحوزك يا سمرة اللي تشروط نعطيك محبوبي مثلتك قمرة الناس تغني عليك وقتش نحوزك يا سمرة اللي هذا قيس بكور تحيه ليه يعزف ويغني جيت برد عليه ما حصل عليه قيس شنو قيس بكور بكاي قيس بكور هي الغنية هي مش اللي تطلب نعطيه ولا اي محبوبي بتاع عبد الوهاب هو خاطر يقول تشرت نعطي والله برسوم تاعو تحفه اي هو احلى هو تشرت 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 احلى عبد الحناشي شنو تشرت نفسه هو احلى من اللي قالتها ليدي اما ليه تشرت خاطر ظاهره تونسيه ما عبد الوهاب خالي خالي عبد الوهاب وي نقدم له تحيه وين ولد حومتي اقسم بالله والله جاري جاري معناتها كريم جاري جاري يلا عبد الحناشي يلا شوفوا الموهبه الثانيه تسنيم يا سيدي يلا نشوفوا تسنيم اش عندنا سيدي اي نسمعوا تسنيم زادة تسنيم زمالة هذه تسنيم زمالة العجيم يحسدك أثرت برشا ولا ما فهمتش شو جي مع جيت مع فريق يموت على الحزن معنا سختو في الحب حتى واحد في البلاتو ذي اللي عنده زهر أنا قلت أم سوري أنا مسامحها وهي عودة هنا لا عجبتني فاست نواري بلون خرجت كيما كان سيم تاع ليزاني 60 وكل محليها ولا محليها واللبس اللي لبستها زدك الفازيت هذوكم يعجبوا اولد سكول معناها وصوتها والله مزيان رقيقه تفضل رقيقه تخيل كان جيت في السنوات هذوكم انت نحبهم السنوات هذوكم والله بالحق كل شيء كان صادق وكل شيء كان ريل نجم تتخيل روحك غادي بطبيعي والله ريه شنو انا تخيل روحك تخيل روحي غادي اما عندي التكنولوجيا نتاع تو نبدا كان انا عندي التكنولوجيا نتاع تو اما عايش معاهم غادي يعني كلهم يبداو عندهم ايام الانانيه يبداو عندهم ايام وين نكون من عايشك تعيش تو من غير حتى شيء تو كوبا انا مانيش عارف كان جيت في الوقت هذاك كيف باش نستريمي لهم نلمدهم تحسب روحك بطال يلا ذي الجندوبي ايماجين ما موضوعنا اليوم تخيل كان جاي كان جنب فماش معاناه في الدنيا يلا تو سويت ايماجين مع ذي الجندوبي مش خاص Imagine.
ماذا بيا لو كان الروبريك نتاع اليوم العباد اللي تسمع فينا وخاصه منهم اللي يتعداو بظروف صعيبه على الاخر، سواء كان يحبوا يوصلوا لحاجه معينه في حياتهم ما خلطوا لهاش، والا قاعدين يسعوا باش انهم يوصلوا لحاجه لكن الدنيا صعيبه معاهم وعكستهم في بعض الاحيان والا في وقتها. ايماجين كان ما جاش فما معاناه في الدنيا هذه، تو سامبلومون كي نسالوا السؤال هذا ونتخيلوه الجواب مشير بالشيره الاخرى، انه كما جاش فما معاناه راه ما فماش قيمه للراحه اللي احنا نعيشوه، وراه ما فماش قيمه للحياه في حد ذاتها. احنا ديجا وصلنا تولدنا في الدنيا هذايا كان بعد وجيعه على الاخر كبيره عاشوها ماتنا، وقد تعب كبير على الاخر عاشوه بيتنا زاده معاهم ماتنا باش انا نوصل للعالم هذايا موجودين. فالمعاناه هي اللي تخلق من الذكر ترد راجل والانثى تردها امراه، ولكن الحكايه هذه كلها قائمه على ديتاي صغير برشا واللي هو الصبر. نتذكر برمي لي مومون اللي كانت فاصله على الاخر في حياتي واللي جعلت مني وكل عبد الله تويكه وتنجم تردني مخير ما اكثر. نتذكر عند الحكايه 10 سنين التالي تعبت على الاخر، يعني عكستني الدنيا في برشا مواضع وبرشا مواقف، فلقيت في روحي نهار من نهارات قاعد في بيتي 48 ساعه ما تحركتش من بيتي، وظلام البيت وحالتي حليله، ونخمم كيفاش باش نخرج من الموندو هذايا، ونخمم في برشا حاجات خايبه. لين ان سيغتان مومون قمت الصباح حليت عينيا، اول ما درت نلقى الحيط في وجهي، قلت اللطف يا ربي معناتها لا يزي واحد عكسته وزيد نلقى حيط في وجهي. وديما كي نوقع في مواقف كيف النكايه يرجع لي قدام عينيا باب الله يرحمه، ونذكر الكلام اللي كان يقوله لي قبل. فجاني سؤال بركه قدام عيني، قلت تخيل لو كان بابا يجي ويقف ويشوفني في الحاله هذي، هل هذا اللي يحبني نقول عليه والا لا؟ وذكرت كان كلمه ديما يقولها لي، يقول لي اخرج ذهبك من تحت طينك، راهو على قد ما عندك طين لامك من الفوق، وعلى قد ما فما غبره فوق منك، على قد ما فما ذهب من تحتها، وراهو الانسان هو من صنع المعاناه ومن الرحم نتاعها، والديامونت ما يخرج كما يتحط تحت بريسون قوي. ففي الوقت هذاك بديت نرجع لروحي ونشوف شنو هو نقاط القوه اللي موجوده عندي واني نزيد نطورها. غلطتنا في الدنيا هذيا انه ديما نعيشوا متقلقين من الحاجات اللي مقلقتنا، وما نخموش كيفاش نبدلوا الحاجات اللي مقلقتنا، وما نخموش في الحاجات اللي نجموا احنا في حد ذاتنا نبدلوهم، واللي اذا كان تبدلوا تتبدل نتائج حياتنا ويمكن تصفى وتحلى قدامنا. نعرف برشا عباد في حياتي ويمكن لاول مره نقولها في الراديو بما فيهم احمد العجيمي. أحمد من أكثر العباد اللي بالحق المانسبيغي في حياتي، رغم الظروف اللي هو يعيشها ويعلم بها كان ربي، يعني نحكي بينه وبين روحه. أحمد من بين العباد القويين على الأخر واللي تعلمت منه برشا دروس، ونقولها لك في وجهك بالحق والشهادة للتاريخ. كل ما نقعد معاه يقول لي يا ضياء صحيح الدنيا تعكس بينه وانا وياه نتشاركوا في برشا حاجات، يعني في الدنيا كيفاش عكستنا في بعض المواضع. يقول لي لكن رغم هذا كل نقول اوكي انا به عكستني الدنيا وساعات نتعب وكل شيء كيف اي انسان، اما مش نقعد هكاير هنا في تركينا لا ما نعملهاش. ونفس الشيء نقوله انا ونفس الشيء تقوله الناس الكل. ونتذكر المره اللي فاتت حتى مروان انه كحكي كعمل ديديكاس لامك كعمل ديديكاس الوالده نتاعو ربي فضلها له، يعني تعدى بمواقف صعيبة على الاخر في حياته، لكن رغم هذا الكل ما سلمش وقعد مكبش في الحاجة اللي هو يحب عليها. فأيا كان الإنسان اللي يسمع فينا تويك، أيا كانت الظروف اللي أنت عايشها، وأيا كانت حالتك النفسية صعيبة على الاخر ولا صعيبة شوي، كبش في الحاجة اللي أنت تحب توصل لها، راهو والله قد ما تكبش آخرتها راك باش تحصد الحاجة اللي أنت زرعتها من الأول. ربي عادل في الدنيا هذي، ما يخليش حاجة تمشي هكاك هباء منثورة. مثالش راهو على قد ما تتعب على قد ما نهارت اللي باش ترتاح باش تعرف بالرسمي قيمتك الراحة هذيك. وديما أغزر لنفسك كحاجة كبيرة. نختموها بالمقولة المعروفة اللي تقول لك دواءك فيك وما تبصر، وداءك منك وما تشعر، تحسب نفسك جرما صغيرا وفيك قد انطوى العالم الأكبر. شكرا ذير جندوبي، برافو ذي، برافو ذي، برافو يا ربي. ذكرني بوك شكون شكون ما قلت شكون الاخراني ما قلت عليه، علي بن ابي طالب، سيدنا علي بن ابي طالب بلي ذي بوك الله يرحمه. شنيه كان ديما يقول لك تينك شنيا عاود اخرج ذهبك من تحت طينك؟ انا بوبا ما يقوليش هكا جمله، يقول يعطيني زو سواقر تنقيلك. حسيت اللي ما بوك يرحمه كان حكيم برشا، انا عمري ما سمعت نصيحه هكا. دونك جاي عبد حكيم برافو، اخرج ذهبك من تينك خليها عميقه برشا الجمله والله. وين شنو خرجت؟ انت خرجت مقلد، ادخل فرش في الحلقات قلت وشوف شنو خرج. الحمد لله العجيمي عندك كلمه تقولها؟
يلا في الختام والله برافو ذي ساعة والله توشون على الاخر ديما انا انا فان راني بروبريك ذي معاك فان على الاخر والله النقطة الحكيمة الوحيدة في ليميسيون كاملة من اللي بدينا بالرسمي النقطة الوحيدة الحكيمة الوحيدة الحكيمة هي الحكمة كيما هاك انت جبتو راه انت جبتو والقصبجي والقصبجي الحكمة واحمد العجيمي يعطيكم الصحة كل الفريق مريم زين اللي دراسة احمد العجيمي فما حاجة موجودة بعثوا لك توا يوتيوب هوليوود هوليوود طارق نجم نحكي على هوليوود شنو هي فيزا يلا عندك يلا مازال لقيتو في الاسامي توا طارق عندك فقط خمس دقائق مسوقش مرتي بوكو ديال جندوبي كوبانتيني شكرا كوجا في الاخراج منذر ذوادي وحلمي بوربيع في الاعداد وام رابح من جدي في الاي اف ام تي في السهريه مزيد متواصله على اي اف ام بعد شويه وليد زريات في العب يلا والربح يوصل حتى ال 600 الف احنا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت الى اللقاء تشاو تشاو